للمزيد من التفاصيل الميدانية هجار السيد ينضم إلينا من القامشلي. تفضل هجار. نعم، بحسب المعلومات التي حصلت عليها سكاي نيوز عربية بأن مجموعة مؤلفة من 5 عناصر من خلايا تنظيم داعش قاموا بالهجوم على مركز لقوات الأمن الداخلي الأسايش في تمام الساعة 10 صباحا وامتدت لأكثر من 2 ساعة. وبحسب مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بأن 4 قتلى من قوات الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية قتلوا خلال هذا الهجوم، وأيضا أصيب 2 من عناصر قوات الأمن الداخلي، فيما أكدت بأن 1 عناصر تنظيم داعش أيضا قتل خلال تفجير نفسه أمام مقر قوات الأمن الداخلي الأسايش، وأيضا تم إلقاء القبض على 1 آخر ثاني، بينما فر 3 عناصر من خلايا تنظيم داعش إلى الأحياء القريبة في منطقة الدرعية الواقعة في الجهة الغربية من مدينة الرقة. وبحسب الأهالي بأن قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي حتى هذه اللحظة تقوم بعمليات تمشيط لإلقاء القبض على هؤلاء الفارين، وأيضا ناشد قوات الأمن الداخلي والأسايش وأيضا قوات سوريا الديمقراطية الأهالي بالتعاون معهم لإلقاء القبض على 3 فارين من الذين قاموا بالهجوم على مركز لقوات الأمن الداخلي. ويرى مراقبون بأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها خلايا تنظيم داعش بالهجوم على تلك المنطقة، منطقة الدرعية بالتحديد في الجهة الغربية من مدينة الرقة، لأن هذه المنطقة تحوي سجنا يضم أكثر من 500 عنصر من مقاتلي تنظيم داعش، وهؤلاء يعتبرون من أخطر عناصر تنظيم داعش، وهم تم إلقاء القبض عليهم في خلال عمليات للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، وأيضا خلال عمليات التمشيط. يؤكد المراقبون بأن هؤلاء كانوا يقومون بإدارة العمليات ضد خلايا تنظيم ضد قوات سوريا الديمقراطية وأيضا ضد قوات التحالف الدولي المتواجدة في الآن في الرقة وأيضا في أطراف دير الزور. ويأتي هذا الهجوم بعد نية القوات الأمريكية والتحالف الدولي بإنشاء قاعدة عسكرية لها في مركز مدينة الرقة. أشكرك هجار السيد في القامشلي.